مساء الخير يا باشمهندس. اهلا، مساء الخير. ازيك كابتن؟ ازيك؟ زي حضرتك وتحياتي يا كابتن ماهر همام وكابتن فوزي. مساء الخير يا باشمهندس. الله، كابتن ماهر وكابتن فوزي دول تاريخ في مصر. يا باشمهندس مساء الفل. يا باشمهندس هارد لك، معلش الماتش اللي فات. معلش، حظك خير. هارد لك يا باشمهندس، ونادي المقاولين في وضعيه جيده، الاداء من كل فتره بيتحسن، وعندكم ما شاء الله فراوده جامدين جدا يا باشمهندس. الحمد لله، الحمد لله. وبس لو شيء فللتوفيق تبقى الوضع احسن من كده. انما احنا ما زلنا بنجتهد وبنجد، والكابتن عوده واللعيبه اللي معاه، احنا مجموعه كويسه باذن الله. اكروكيت اول اهدافه مع المقاولين يا باشمهندس، وهدف جميل جدا. بالظبط. والماتش القادم امام طنطا استعداداتكم ايه؟ الماتش طبعا طنطا يعني لازم نبقى عارفين كويس انها في وضع حرج، وهتقاتل من اجل انها تعمل نتيجه ايجابيه. ولذلك احنا مصرين لعيبتنا ان احنا هنلعب برضه بمنتهى الجديه، لان هنقابل فرق كتير بتصارع نفس الظروف. فالاستعداد يعني باشمهندس، هل حسيت ان صفقات يناير والتدعيمات، نادي المقاولين دلوقتي عنده ما شاء الله احمد علي في كراس حربه، ايضا حسام باولو، ايضا وجود محمد ناجي جده، اللعيبه الافارقه، هل كل دوت ادوا نادي المقاولين دفع داخل جدول الدوري؟ والله لحد دلوقتي لسه ما ظهرتش. نعم، لكن هم عملوا شغل كويس، لكن هي بس النتائج لو كانت ساعدت شويه كنا بقينا في المربع ده. نعم، لكن بنعمل برضه لسه في 7 8 ماتشات، الظروف متغيره، ربنا يوفقنا ان شاء الله. هل بتامل يا باشمهندس لعوده مره اخرى المقاولين لامجاد افريقيا؟ طبعا هو ده الخطط اللي احنا مخطط عليه. نعم. بس بالمناسبه انا عايز يعني اقول لك، انا في المركز الاولمبي في المعادي. نعم. وانا بقول لك بصراحه حاجه مشرفه جدا لمصر. هو تم تطويره فعلا. تطويره بطريقه، لا احنا عاملين فانا عملنا معاهم هنا اكاديميه للمقاولين العرب. نعم. لكن انا بتكلم على القائمين في المركز، حاجه جميله وحاجه تفرح قوي قوي قوي، يعني وحاجه مشرفه لمصر كلها. دي حاجه ادارتهم على الهواء معاك يا يا فندم، احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. لان احنا انا بنسعد لما اي صرح رياضي جديد بيبقى اضافه للبلد. المنظر النهارده انت تشوف الاولاد واللاعبين حاجه تفرح جدا، وهتمتص يعني انت لو هتمتص طاقات الشباب في المنطقه دي، وانا متاكد ان بعد فتره هتتغير سلوكيات المنطقه دي. الكوره قادره انها تقود البلد لاحسن شيء. اتفضل كابتن فوزي. يا باشمهندس عادل، يعني بنقول لك هارد لك، معلش الماتش اللي فات، واحنا بنعتبركم الاستقرار الموجود عندكم يا باشمهندس ومجلس الاداره، وانت على قياده الفريق برضو المشرف على الفريق، ان محافظين على الكابتن محمد عوده، مفيش تغييرات، ده بيدي ثبات للفرقه. وانا قلت قبل كده انا والكابتن ماهر ان بنعتبر المقاولين العرب من الحصان الاسود اللي هو والاسيوطي في الدوري، ومركزكم الحلو اللي موجود السنه دي يعني بعاد عن الهبوط والحاجات اللي كده، ونتمنى لكم احسن من كده، ان كنتوا ماشيين كويس جدا، بس يمكن شويه في ماتشات كده وقفتوا فيها، نتمنى لكم ان شاء الله في الماتشات القادمه تعوضوها باذن الله. انا بشكرك جدا كابتن فوزي، وتحياتي كثيره جدا ليك، ومش هننسى تاريخك وجوانك العظيمه. تحرمش بالك، مش عايز افكرك بجوان عشان هو كان في الزمالك، مفيش داعي. كابتن ماهر همام تحياتي ليك. ربنا يوفقكم يا باشمهندس. فاكر انت الجول اللي جبته من الاهلي للزمالك؟ مهندس محمد عادل، مشرف العام على كرة القدم نادي المقاولين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.